سؤالي عبر صفحة الفيسبوك لليوم الأربعاء 5 أذار 2014، شو أكبر تضحية عملتوها ولمين؟ أتمنى أنه تتجاوبوا معي، وأنا وياكم طبعا رح نتواصل عبر صفحة فيسبوك عالم الصباح. خلينا نشوف الشيف شو عم بيعمل وين صار. شيف في رحلة بيض مسلوق اليوم عم تحكي عن التضحية ما هيك؟ نعم. أنا بدي هيك عندي شكر كتير كبير لكل شي في شركة عم تضحي بوقتها تتعطينا منتجات طيبة بلبنان، لأنه صارت هيدي عن جد كلمة تضحية بكل معنى الكلمة، لأنه قليل كتير الشرك يلي عم يعطونا أشياء طيبة. عم بحكي جد. نعم. قديش بتكون أنت مبسوط بس تشتغل بمنتج منيح؟ فأنا بشكر كل شي في شرك عم يشتغلوا من قلبهم وعم يضحوا كرمال هالشعب يلي عم يوصلنا قليل من الأكل الطيب. بس هودي عم ندفع حقهم غالي يا اوكي شيف. ندفع حقهم غالي، وانا بشكركم، بس طعمونا اكل يكون هيلثي، يكون كمان خالي من هال اوكي. انت اليوم اليوم نازل عليك هيك الجمل الغير شكل وعم تقول لا لا بتعرف ليه هلا عم قص على الدجاج قدامي؟ شو ايه رايك؟ رح افرجيك شغله، عم قص انا الدجاج هلا قدامي مشان اسلقه، مشان الوصفه اللي انا عندي. قديش بتكون انت مبسوط بس تكون انت عم تشتغل بمنتج نظيف، بمنتج كمان حلو، مع انه عندنا مشاكل كثير منها بهالبلد، بس انه على القليل عندنا صار عندنا الحشريه نعرف اي منتج تحت الهواء بتخبرنا. لا لا خليها يلا شو عندك؟ نرجع لعندك. خلاص بس؟ ايه خلاص خلصنا ب 30 ثانيه كانوا؟ بس مش عن الطبخ وكانوا عن نصائح. ما في مشكله. طيب لكل المشاهدين احنا وياكم مكملين اتصالاتكم المباشره مع جين والهدايا اللي رح بتقدمها، ورح نخبركم سربريز كمان صارت مع على جين مقابل كل هالهدايا والسنوات اللي قدمتها لكل المتصلات. نحن وياكم بخصوص الجمال. صباح الخير جين. صباح النور. يعني اذا لك كل ست قدمتي لها هديه دعيت لك دعوه صغيره، ربنا استجاب. الف مبروك السياره بقيمه 100,000 دولار بحتيها من المطار. مزبوط. نعم. بتعرف في كثير ستات بيقولوا انه بقدم كثير كادويات، هلا كل الكادويات من قلبي وبنستقبلهم بالانستيتيو، كل جروب يعني بترحب. في كثير ناس بتربح انت شيء انه بتروح غصب عنك، يمكن ما يهتموا فيك مثل اللي دافع، ونحن بالعكس كثير كثير بنكون مبسوطين. هلا امبارح عمل لي اياها سربريز جوزي، تاري معهم رقمه، محضر لي اياها انه عيد ميلادي، قال لي ربحتي اول مره تربح. اول مره مش بربح انه 100,000 دولار، مش انه 1000 و2000. دونك ميرسي لكل ست اتصلت فيي وربحت معي ودعيت لي دعوه وحده، عملوا لي هالسربريز الحلوه. يعني لو بتربح اشارب اوقات يما ورده بتنبسط فيها قد الدنيا، بس سياره 100,000 دولار، ثانك يو جاد، ثانك يو جيرلز. بس شيف شادي بده مشوار معك السيارة، لأنه قال هيدي سيارة حلمه. جوزك عنده أخت؟ بدك السيارة أخذها كلها على حسابك، هيك مش دافع حقها. أنت على قد الكلام اللي عم تحكيه، كل العالم عم تسمعك وغيرنا عم تسمعك. يلا نحن وياكم ناخذ أول اتصال. جيهان صباح الخير. جيهان ألو؟ ايه جيهان تفضلي. اوكي. بونجور جيهان. بونجور. كثير كثير اليوم مبسوطة أنا. أنا اليوم مبسوطة لأنه اليوم عيد ميلادي وحبيت أحكي معك. تمام، يعني نحن وياك أنا وياك معناتها بواسون حوت. إيه هيدا شهر شهرنا وهيدا السنة سنتنا. إن شاء الله. وهيدا أول كادو من عند ربنا، كتر خيره. يلا قولي لي شو عمالك تتغنى؟ كادو جيهان اليوم رح تتكرم. شو رأيك تيجي تقضي النهار من الصبح لعشية عنا تتغنى شي كل شي في عنا؟ كثير منيح. في شيء على بالك شيء ثاني؟ لا شو حبيبتك بتحكي انا بنفسي. جيهان شو العيلة؟ بولس. بدك تتصلي فيشل ومساج ومانيكير وبيديكير وميك اب اللي بدك اياه من الصباح لعشية، بس دعوة حلوة خلي لي جوزي واولادي. مرت الجي طيارة، مرة سيارة مرت الجي طيارة. لا 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 أنا صراحة ما بطلب إلا الصحة. صحيح. بس ربنا ربنا هيك لوحده بيعرف، ما بعرف كيف. ثانك يو لك جيهان. نسرين صباح الخير. نسرين. ألو. ألو. إيه نسرين تفضلي. نسرين. تمام. أنا بصراحة جمعة الماضي كنت على الخط وقطع الاتصال، ما سمعت شو قال لي مدام زين. نسرين شو العيلة؟ نسرين فرح. فرح. شو سألت عن شو؟ أنا سألتك عن أكثر شيء يعني زعجني، هو الوبر بالويل والشعب القاسي بالدقن. وبر. طالع عليك بما أنه اليوم يوم اليوم. شو رأيك نقدم لك كل أول شيء فول بودي IPL هير ريموفر، جلسة
هي قيمتها 500 دولار للوجه للجسم، تجي بتتغنجي كمان فيشل وبتتغنجي مساج ومانيكير بيديكير. شو تو ماتش تو ماتش؟ ميرسي بوكو. دونك بدك تتصلي على الانستيتيو وبيكونوا ناطرينك. هي اسمك صار عنا نسرين فرح، حتى نخلصك من الوبر والشعر نهائيا بجلسه الاي بي ال الثيرد جنريشن اللي هي بتشيل الوبر والشعر القاسي بدون وجع. من اول جلسه بتحس 30% راحوا، والتغنيج ما في اجمل منه. انت ماما؟ انا ماما تستاهلي كل شيء. كل الامهات هيدا الشهر عن جد كثير عم نغنجهم، يعني اللي بتفوت بدها شغله ثانيه كادو، يعني اطلب تجد اكرا يفتح لك. صحيح، هيدا بيقولوها عنا بالانجليزي. وجيبي جوزك معك يتغنج عند ماجي. عند ماجي. نسرين ثانك يو لك نسرين. راح معنا انقطع الاتصال. فاذا هلا بتعرف عيد الامهات، انت شو عبالك تغنج امك هلا؟ اوكي، في منهم بيجيبوا. عبالي غنجها بالصلاه الله يرحمها. اي سوري صلاه احسن. ايه اكيد بنصلي لهم، الله يخلي لهم، خلي لنا اياهم بصحتهم بعيد امهم. واللي رحلوا عنا يرحم نفسهم. اكيد نعمل قداس على نيتها ونية كل الاميات قداس. واكيد انا دائما بحب عند الشيخ. الله يخلي بالجامع. الله يخلي لك امي. سو بهيدا الشهر كثير مغنجين الاميات. كل اللي بحبوا يهدوون يفوتوا على www.jennasar.com، وفي كثير بروموشن، في سكسي مام، في بامبر يور مام، في بيوتيفل مام، يانجر مام مصغرها 5 سنين، يعني في كثير. مثلا 3 اولاد تنحسب مش عارفين شو يهدوها، تصور ب 300 دولار فيها تيجي تعمل سوان ومساج ومانيكور بيديكور، تقضي ساعتين تكون كثير 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 مبسوطه. سو يفوتوا على الويب سايت وينقوا. هلا لكل اللي عايشين برات لبنان اكيد يعني كثير مهم نعرف الام شو بدها. اوقات بتجيب لها بارفان وهي مع بالها، اوقات بيطلع عبالها صفرة، اوقات بيطلع عبالها، بس كل واحد اكيد حسب البادجت تبعه. اول صوره حنشوف انه في ماميات يكونوا بيطيروا العقل، جسمهم حلو، وجههم حلو. هلا بهالايام في اميات كمان بيتجوزوا كثير باكين ب 18، فيهم يحافظوا على جسمهم، وجههم يكون عم بيضوي، لانه بنعرف من بعد اول ولد سويت تحت العيون، المسام المفتوحة، الشعر بيتأثر بالولادة البيبي. سو كتير مهم انه نحافظ على هالبشرة الحلوة وهالجسم الحلو، خصوصا من ولد لولد، يعني ما ننطر نعمل 3 اولاد وبعدين نعمل النفضة. ناخذ زينب من الدمور. صباح الخير زينب. الله يا هلا. الحمد لله، كيفك انت؟ كل سنه وانت بخير يا احلى ماما. ثانك يو حبيبتي. زينب شو العيله؟ كل الامهات باذن الله، الله يخلي لنا عيلكم. ايه ثانك يو. شو العيله؟ زينب؟ ايه شو العيله؟ شو عيلتك؟ سعد. سعد زينب، شو عبالك تتغنجي عنا؟ هلا انت بالدمور. أول مرة بحياتي مرة ربح كادو، أول مرة بحياتي بتعلق التليفون. أنا هيك أول مرة بربح كادو وطلع كادو كثير كثير حرزان. تو ماتش فور مي، يعني اجمالا تنطر شغلة صغيرة. زينب هلا بدنا نعزمك على صيدا، مزبوط؟ أنت قريبة علينا. لا بيروت أصبر. بيروت أصبر، طيب أوكي، مع إنه صيدا بكرة حكون، وبعزم كل الستات يجوا لعنا، لأنه كل وحدة شو ما بتاخد حقدم لها معها كادو. زينب بدك تنقي اللي بدك إياه، تقضي النهار عنا؟ شو رأيك؟ من الصبح لعشية. ليك أنا عندي سؤال. قليلي. هلا انا عندي 3 اولاد، ابني الصغير عمره 2 شهر. اوكي، معناتها عندنا وزن. ما حسيت في شويه سوليت وبطني شوي، عندك شيء هيك لإله؟ حقدم لك 10 جلسات، شو رايك؟ اوكي. يا تكون حرزانه يا بلا. ايه؟ اها، 10 جلسات فرد مره. ايه، بي ارسل 2. هلا هيدي بتخلصك من السلوليت، بتزم مقياس، بتحسي جسمك صار ضابب، متناسق، مدوم ترهل، مدوم سلوليت، وقياس اقل، مدوم تتعبي، بتجي بس لعنا مرتين بالاسبوع 45 دقيقة، أهم شيء تشربي مي، تنتبهي لكارلا شو بتقول على الأكل، تطبخي صحي مثل الشيف، وتلبسي حلو مثل لما بتقول. نعم. شو رأيك؟ وتسمع جوزيف بالأوبنينج، هو كلهم بيأثروا يا زينب. ميرسي كثير كثير.
ما بقلك من هلا عم بتخيل حالي انا عامله جلسه وخالصه. حتكوني كثير مبسوطه وان شاء الله مرت الجاي بس تعلق بدي اعمل حواجبي. هلا لكل اللي بيتصلوا بس اول اتصال بيطلع لكم الكادويات، اذا اسمكم نازل عنا مره ثانيه بليز اتركوا مجال لغيركم لانه نحب نستقبل الماكسيموم. اكزاكتومون. هيام من البقاع صباح الخير هيام. الو هيام. هيام بونجور. الو بونجور. صباح الخير تفضلي. علي صوتك شوي. الو بونجور. هيام حبيبتي شو عائلتك؟ تعصبية تحت الهواء؟ ايه بس ضروري ضروري. ايه. اوكي. من البقاع انا كثير بحب البقاع. يلا وبعيد كثير يعني بدك تجي لعنا بدك تقضي النهار. اكيد. شو على بالك تعملي؟ هيام انا عمري 25 سنه شو فيها كثير. 25 في كثير اشياء فينا نعمل اي بي ال تحت الباط والميو، هيدول بهيدا العمر حلو نخلص منهم تنحس انه نضاف. فينا نعمل فيشل سوان فيزاج، اكيد في زيوان على المنخور وبالمناطق، وفينا نعمل مساج للكتاف والرقبات والاجرين لانه حتى بعمركم اكيد في تعب، واكيد في سويت شوي تحت العيون مزبوط يا ملا. دونك كمان بنعمل دريناج تحت العيون حتى تطلعي عم بتدوي. يلا بدها تعطينا اسمك تحت الهواء وتجي تقضي نهار عنا. اوكي ميرسي. يا هلا بهيام. ميرسي اليك. نعم عندك صوره ثانيه تحكي لنا عنها؟ اكيد في عنا كمان صوره كثير حلوه. بتعرف الماميات مثل وقتها تكون ماما بتحس كانه مش لازم تكون سكسي. اوكي اوكي. هلا اهم شيء لتحس بأنوثة الست تحس بحالها انها أنوثة اكيد الوبر والشعر بالاجرين، يعني اول شيء لانه عندها اولاد ويمكن تشتغل وبتروح وبتجي بتحس انه ما عندها وقت تكون كل الوقت نظيفه، دونك اللي بنصحها تخلص من الوبر والشعر بجسمها وخصوصا هلا قبل الصيفيه، يعني اذا بنعمل هلا ثلاث جلسات قبل الصيفية بنكون خلصنا من 30 ل 50% من الشعر الزايد بالجسم. هدى صباح الخير. هدى يا هدى صباح الخير. الو بونجور كيفكم؟ كيفك انت؟ الحمد لله. تفضلي. بدي احكي مدام جين. هلا هلا اوكي يلا. يا هلا تفضلي. هلا حضرتك ام؟ نعم. يلا شو عبالك تتغنجي؟ شو بدك تحطيني غنج كلمة؟ بدك تقولي لنا الام كأم شو بتحب يقدموا لأولادها كدويات؟ يعني كتيجي تتغنش بانستيتيو مهم يما بتفضل تياب يما بتفضل اخذ برودويات فيني اخذ؟ اكيد بس شو ما بدك برودوي؟ بس برودوي؟ ايه بدي بعد كمان بيطلع لي؟ ايه كفي. كم ولد عندك؟ هلا طلع لي؟ كم ولد عندك؟ عندي ولدين ورجال ما فيه. ولدين، دونك بدنا ناخذ البرودويات، بدنا نعمل فيشل، بدنا نعمل مساج كثير شانسيه وبدنا نتغنش كل نهار من الصبح لعشيه. هلا شو العيلة؟ هدى الطايف. القايف؟ الطايف. اوكي وين؟ هدى هدى سوري مش هلا. اوكي الطايف. اوكي ناطرينك. اي نهار بقدر اجي؟ بدك تلفتي على انستيتيو وتنقي اي نهار وتجي تتغنج، بس يا ريت مش السبت لانه اسم الله السبت بتطلع عيشه. طيب بتصل على الانستيتيو يعني؟ دغري اتصلي على 01561222 وبيكونوا ناطرينك البنات. هلا يعني؟ هلا 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 هلا. اوكي سوري سوري بس تجيب ورقه لانه تلبكت ما تفاجأت. قدامك الرقم عم بيطلع على الشاشه. قد الرقم؟ احول محطوط على الشاشه يا ريت تأيدي عندك. اوكي 5 6 1 2 2. برافو يا شطوره. يا والله شانسي منيح اليوم. في اتصال يا ماما بناخذ بعد كمان اتصال. الو بونجور منال صباح الخير. منال صباح النور. تفضلي منال. بدي احكي مع مدام جين. اكيد. منال ام حضرتك؟ مش عم بسمع. حضرتك ماما؟ اي نعم ماما. شو عائلتك؟ حماده مهنا. حماده شو على بالك تتغنجي؟ نعم. شو على بالك تتغنجي؟ شو اللي أكثر شيء زعجك؟ أكثر شيء الشعر. الشعر بالوجه؟ بإجري. خلص ستوب. أخذنا أي بي إل هير ريموفر لكل الجسم، جلسة بقدم لك إياها لتنبسطي بالنعومة، وأكيد فيشل وأكيد مساج لأنك ماما وبتستحقي إنك تتغنجي، أوكي؟ ميرسي إلك. ميرسي لإلك.
ألف مبروك لمنال ولكل يلي اتصلوا كمان. هلا بدنا نطالب بالفيوتشر هيدا الشهر، يا ريت الأربعة يعطوني مجال حتى أكثر أعطي كادويات، حتى أكثر يطلع لي شو صحة. الصحة وفي كتير مشاريع وفي كتير للبنان، سو إن شاء الله يزبط لبنان حتى أعمل كل المشاريع اللي بحلم فيها. اليوم سألين على صفحة الفيسبوك أكبر تضحية الإنسان عملها أو واحد شخص عملها. الأم يعني تعتبريها تضحية ولا هيدي بتتبع من القلب يعني؟ هي ما بعتبرها تضحية. إيه ما معك حق، مش تضحية، لأنه الأم بتركض ورا أولادها أولاد أولادها، وبهيدا العيد بكل الشهر بدي عيد أمي اللي بتركض وراي ورا أولادي ورا أخواتي ورا كل العيلة. دونك الأم مثل ما في واكبر شيء بتعطيه بالعالم. اليوم بنبلش نعيد كل امهات العالم ب 21 طبعا عيد الام. لكل المشاهدين بريك قصير ومن بعدها بنعود للمتابعه نحن وياكم لليوم الاربعاء 5 اذار مع مايا واتصالاتكم المباشره ولادي بالدنيا. حاجة ثالث مش منيح مش منيح بعدك